الأطفال جيلا ثائرا وراء جيل كأننا عشرون مستحيل في اللد والرمل والجليل إنا هنا باقون فلتشربوا البحر التين والزيتون ونزرع الأفكار كالخمير في العجين برودة الجليد في أعصابنا وفي قلوبنا جهنم حمرا إذا عطشنا نعصر الصخرة ونأكل التراب إن جعنا ولا نرحل وبالدم الزكي لا نبخل لا نبخل لا نبخل هنا لنا ماض وحاضر ومستقبل كأننا عشرون مستحيل في اللد والرمل والجليل يا جدرنا الحي تشبث واضربي في القاع يا أصول أفضل أن يراجع المضطهد الحساب من قبل أن ينفتل الدولاب لكل فعل رد فعل اقرأوا ما جاء في الكتاب من الأبي يا جماهير هبة القدس والأقصى وجماهير يوم الأرض يا من جئتم بإصرار وإرادة من كل ربوع الوطن من الجليل والمثلث والنقب والساحل فأهلا وسهلا بكم في بلدكم سخنين التي تحتضن هذه المسيرة المركزية القطرية في ذكرى يوم القدس والأقصى فسخنين كما عودتكم دائما وكما قرى البطوف الأشم كانت وما زالت وستبقى قلعة وطنية شامخة لا تبخل عليكم في مسيرة البقاء والتطور على أرض وطننا في هذه المناسبة التي نحيي خلالها ذكرى شهدائنا الأبرار الذين سقطوا ضحية العدوان البوليسي الدموي على جماهيرنا العربية عام 2000 ونذكر بمئات الجرحى والمصابين وإننا أيضا نرفع في هذه المناسبة الوطنية والكفاحية موحدين لقضايانا الكبرى والرئيسية في مواجهة وتحديات المصيرية التي تواجهنا في مختلف مجالات الحياة في قضية الأرض والبناء والمسكن والتعليم وفي قضايا الميزانيات والحقوق الغير مشروطة لهذه الجماهير ولكن القضية المركزية في هذه المعركة كانت وما زالت قضية الدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية ووجود الإنسان العربي الفلسطيني في هذه البلاد فهم يريدون لهذا الإنسان أن يكون فاقدا للهوية الوطنية وبلا شخصية وملامح الذين سقطوا دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك ودفاعا عن الحق الفلسطيني في الحياة الحرة والكريمة نقف اليوم وفاء وتكريما إجلالا وإكبارا لشهدائنا الذين يضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل هذه القضية التي ينتموا إليها وفي سبيل الشعب الفلسطيني وفي سبيل مقدساته العربية الإسلامية والمسيحية في سبيل قضية نؤمن بها فقاموا بواجبهم ودفعوا ثمن باهظ نيابة عن أمتهم وشعبهم إننا اليوم إن نقف ونكرمهم هذا التكريم الذي يستحقونه منا وربما نحن نقصر في حقهم ولكن هذه المرة كانت تختلف في إحياء هذه الذكرى فكانت هناك مسيرة منذ الأمس بدأت من راهط في الجنوب مرورا في المثلث في الوسط وانتهاء في سخنين هذا البلد الكريم الذي يحتضن هذه المسيرة التي توجت هذه المسيرة الكبيرة التي سميت وفاء للشهداء مسيرة الوفاء للشهداء التي قامتها لجنة المتابعة وقامت بتفصيلها ووضعت نقاطها الكاملة لجنة الحريات التي تعتني في شؤون الشهداء والأسرى والجرحى من شعبنا الفلسطيني إن هذه المناسبة عزيزة على قلوبنا نستوحي من أرواح شهدائنا ومن دمائهم ذلك البعد الروحي القوي وذلك البعد الذي نعتز به وننتمي إليه بأننا نستوحي منهم هذه الموقف هذه المواقف الوطنية الصادقة التي تعبر عن تلك المشاعر القوية الجياشة التي تهيج في نفوسنا عندما نستذكرهم الإخوة والأخوات الحضور الكريم مع حفظ الألقاب
نحيي اليوم الذكرى 14 لهبة القدس والأقصى حين انتفض شعبنا في كل أماكن تواجده في قرانا ومدننا العربية في الداخل الفلسطيني، وقامت قوى العدوان بقتل 13 زهرة من شبابنا. فيا أبتي يا وليد، قم انظر من حولك أنت ورفاقك، هذه الألوف المؤلفة التي أتت أن تكون على العهد وعلى وصية الشهداء وأن تكرم ذكراكم خالدة إلى الأبد. فحق علينا أن نذكر أسماءكم، لأن كل شهيد منكم له عائلة وكان له حلم وكان له أمل وكان له أم وأب وبيت وأخ وأخت وعائلة، ولكن يد المنون والمجرمون قتلوكم بدون أي ذنب يمكن أن يكون. فنقول سلاما وتحية لك يا مصلح أبو جراد من غزة، سلام وتحية لك يا رامي غرة من جدة المثلث، سلام لك يا أحمد سيام من معاوية، سلام لك يا محمد عيق جبرين من أم الفحم، سلام لك يا إياد دوابني من الناصرة، وسلام لك يا وسام يزبك من الناصرة، وسلام عليك يا عمر عكاوي من الناصرة، وسلام عليك يا محمد خمايسي من كفر كنا، ورامز أبو شناق من كفر مندا، وأسيل عاصلي من قرية عرابي، وعلاء نصار من عرابة البطوف، وعماد غنايم من سخنين، ووليد أبو صالح من سخنين تحل الذكرى 14 على هبة القدس والأقصى، وشعبنا يتعرض للبطش والعدوان والتمييز العنصري.